سمع على زايد لكن ما يلا ستوب مشعل بن علي يا مشعل يا مشعل يلا يا مشعل يلا يا مشعل يا مشعل أرحب يا مشعل كيف حالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم جاهز نكتشف كثر الترحيب تمام بسرعة يلا أعطونا يا جماعة الحين المشعل بسم الله تكل على الله أعطونا الصحن الدوار على السريع يا شباب بسم الله ستوب وقف صحن الدوار دب القيمة حلوة ما هي حلوة حمد ربك دب كل شيء بس ممكن يجيك 1500 خصم راح تقول هذا لا قدر شوف عادي انا اغير خصم علي بس في واحد يتقاضى منه يعني ودك ترسل خصم ويودع تكون حقدين على بعض انتم كلكم طيب يلا اعطونا بسم الله السؤال اعطونا السؤال للمشعل بسرعة بسم الله الرحمن الرحيم يقول لك من قائل لو كان الفقر رجلا لقتلته عمر بن الخطاب علي بن ابي طالب عثمان بن عفان عمر بن عبد العزيز وعينك علي او على الشاشه تحديدا زوم على الشاشه او علي من تشوف اتوقع انه عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب اختار عمر بن عبد العزيز صح راحت علي بن ابي طالب واعوذ بالله من الفقر اللهم إنا نعود من الفقر اللهم جميعا لنا والسامعين فعلا طيب عطر الدوار بسم الله يلا هو الحظ مد يلا يلا يا شباب يلا ستوب ستوب انا احس بيجيك سال ترى من اليوم ما جاء احد سال موجب شو الوضع الحمد لله كم 1300 يا اخي انت شوف انت لك خبيع دائما ياخذ معي نقاط والله, والله العظيم 2600 يعني اخصم 200 لا ما هذيك السؤال ما له علاقه ما له علاقه انت تدور خصم انت 2600 الان 2600 معاك بيضة كبيرة اسلم شوف يوم جيت معك حلو انا حظي تبارك يوم جيتي اي دايم الفقرات اللي دايم هناك دايم خصم لا اجل خلاص دام هذه جتك يمكن الان على واحده وجهك احمد وجهك لبيه